حدث بلاي ستيشن تقريبا قدم كل المنتظر، فشفنا عرض للعب God of War، اعلانات قوية ومفاجأة، تواجد مهم لاستوديوهاتهم واستوديوهات الطرف الثالث، وجدول مزدحم من الالعاب الحصرية القادمة للبي اس 5 في الفترة القادمة، وكالعادة على بلاير 1. فهذا الفيديو انطباعي عن العروض والاعلانات وملخص لأهم الكلام والمعلومات الجديدة في حدث بلاي ستيشن. خلونا صريحين، اغلبنا شاف الحدث، والعرض الاهم بالنسبه لنا انه ضروري يكون موجود، فهو الخاص بGod of War، وهو اللي راح نبدا فيه الكلام سواء عن انطباعي الشخصي او عن كل المعلومات الجديده والمهمه المتعلقه بالقصه واللعب. فالعرض اللي كان ختام الحدث القوي فكان على قد الانتظار، واعطانا نظره على الملحمه القادمه في رحله كريتوس واتريوس. وصحيح اني كنت طمعان في عرض مطول لطريقة اللعب مثل اللي حصل مع الاعلان عن الجزء السابق، لكن الثلاثة دقائق اللي شفناها تقريبا فكانت كافية جدا انها تزيد من الحماس اللي اصلا عالي، ومن المشاهد الاولى في العرض فواضح انه الاحداث بتكون بعد سنين من جزء 2018، وانه قصة اتريوس او لوكي زي ما عرفنا فرح تلعب دور محوري في القصة. وايضا العرض وضح انه العالم في حالة خطر مع بداية راجناروك، الاسم اللي تم تأكيد انه العنوان الرسمي للجزء الجديد واللي تقريبا يعني نهاية العالم. بالإضافة لهذا العرض الجميل واللي من اللمحة اللي شفناها عن القتال واللعب، فالظاهر انه راح نشوف كل الاشياء اللي ميزت الجزء الاول مع تواجد عناصر جديدة. فمن اللي كان موجود في العرض شفنا الجرابلينج هوك او ممكن حتى التنقل باستخدام الذئاب، ومن خلال لقاء مع مخرج اللعبة الجديد إيريك ويليامز بدلا من كوري بارلوك المسؤول عن مشاريع اخرى حاليا، وايضا من موقع بلاي ستيشن، فعرفنا معلومات جديدة ومهمة عن المغامرة المنتظرة جدا. فمثلا العلاقة اللي بين كريتوس واتريوس راح تستمر في كونها جزء اساسي في القصة، مع استمرار كريتوس في رغبته انه يحمي ابنه كهدف رئيسي، ورغبة اتريوس في القتال واكتشاف الاسرار الخاصة فيه، وهذه العلاقة بين اب وابنه راح تحدد مصير العالم. وبكل تأكيد الاشياء اللي سووها كريتوس واتريوس والقتالات اللي انتصروا فيها فراح نشوف عواقبها، وخصوصا من فريا وثور واودن واللي رغبتهم في الانتقام جدا عالية، وراح يكونوا خصوم لا يستهان فيهم. واستوديو سانتا مونيكا ذكروا انهم راح يقدموا ثور واودن بشكل اقرب للخرافات الاصلية، من ثور الأشقر والوسيم اللي نشوفه في أفلام مارفل. الشيء اللي بصراحة أعجبني لأنه ما نبغى قصة أو شخصية مكررة، ونبغى نشوف هذه الشخصيات بشكل مختلف عن بقية الألعاب والأفلام، وتحديدا بطريقة سانتا مونيكا الخاصة اللي تتلائم مع عالم وقصة God of War. وطبعا ميمير الرأس الحكيم واحد من أمتع الشخصيات ليا، فبيكون من ضمن الشخصيات اللي بنشوف عودتها في أحداث راجناروك. هذا بالإضافة لشخصيات جديدة في القصة مثل إله الحرب الخاص بخرافات النورس، واللي جدا أثار اهتمامي تواجده في القصة. أما عن طريقة القتال فأكد الاستوديو أنه تركيزهم على أنهم يحافظوا على أسلوب 2018 اللي كانت أصلا جدا جميلة وممتعة وممتازة، لكن مع إضافة عناصر تحسس بالتجديد، وغالبا بيكون في قدرات وقوة جديدة لكريتوس وأتريوس، وهدفهم أنهم يعطوا اللاعبين استراتيجيات واختيارات أكثر في القتال. هذا غير تأكيدهم أنه بسبب التغييرات اللي حاصلة في العالم مع اقتراب راجناروك فرح نشوف أداء جدد وأكثر خطورة. هذه الإضافات رح تشمل حتى الاستكشاف، وفي هذا الجزء أخيرا رح نقدر نزور العوالم التسعة كاملة، لأنه في الجزء الماضي كانت الرحلة محصورة على 6 عوالم بس، وكل عالم راح يكون أكثر تنوع وغموض من أي جزء من أجزاء السلسلة على حسب وصفهم. وتقريبا تم تأكيد أنه راجناروك بتكون نهاية ملحمة الأساطير الإسكندنافية، يعني الأجزاء القادمة بيكون فيها شخصيات وعوالم جديدة. المعلومة اللي ممكن تزعل البعض، لكن شخصيا أشوفها شيء جدا جميل، لأنه هذا يعني ما راح يكون في مط في القصة، والجماعة عندهم أحداث معينة تحتاج جزئين فقط. أما بخصوص موعد الإصدار، فعلى نهاية المقال على موقع بلاي ستيشن ذكروا أنهم بدأوا العمل على اللعبة من 2018 بعد صدور الجزء السابق، ومفترض أننا نشوفها في العام القادم على PS4 و5. يعني الأمل والهدف أنه الأربع سنين تكون كافية لتطوير جزء آخر يكون أسطوري. ويذكر أنه سبب تغيير المخرج حسب كلام سانتا مونيكا هو أنه هذا الشيء معتاد في سياستهم، والهدف منها أنهم يضيفوا منظور جديد مع كل جزء. وبما انه الحدث تابع للبلاي ستيشن فخلونا نستمر في الكلام عن عروض واعلانات استوديوهاتهم قبل ما نروح لبقيه العروض، وتحديدا عن الاستوديو اللي شخصيا اشوفه من اكثر الاستوديوهات كفاءه في الالعاب حاليا سواء من ناحيه الجوده او حتى الكميه، وتقريبا اعتبره من انجح وافضل الاستحواذات في الالعاب. الشيء اللي تم تاكيده مره ثانيه من استوديو انزومنياك في الحدث مع اعلانهم عن لعبتين جديده مره واحده، وكلهم لشخصيات عالم مارفل وفقط للبي اس 5،
فالإعلان اللي بالرغم أنه كان متوقع نوعا ما، لكن كان فيه مفاجأة مثيرة. فالجزء الثاني من سبايدر مان واللي كان منطقي أنه من خطط الاستوديو في المستقبل، فغير أنه راح يشهد تواجد شخصيتين لسبايدر مان من الجزء الأخير ومن مايلز موراليس، فأيضا راح يشهد تواجد لشخصية فينوم الشهيرة غالبا كعدو رئيسي في اللعبة. وطبعا نقدر ننتظر قصة وأحداث جديدة بالكامل تتماشى مع تواجد هذه الشخصيات، وبيكون من تطوير الكثير من أعضاء الفريق اللي اشتغلوا على الجزء الأول، مع تحديدهم 2023 كموعد مفترض للإصدار. أما بخصوص إعلان إنزومنياك الثاني اللي كان غير متوقع، فبيكون من بطولة شخصية مارفل الأخرى المحبوبة جدا وولفرين، واللي حسب كلام الاستوديو فصار لهم سنين نفسهم يقدموا هذه الشخصية، وحاسين إنه عندهم الرؤية المناسبة لها، وحاليا في مراحل التطوير الأولية. وشخصيا أتمنى إنها تكون مناسبة للأعمار 18 وأكثر، لأني أشوف إنه شخصية وولفرين تحتاج لعبة يكون فيها عنف بدرجة أكبر من سبايدر مان، الشيء اللي ما قد شفناه في ألعاب إنزومنياك، مع تركيزهم على ألعاب تناسب أغلب الأعمار. عموما العرض السينمائي القصير للعبتين ما وضح شيء من اللعب، واكتفى بالإعلان الرسمي عنهم وعن كونهم حصريتين للبي اس 5. لكن بصراحة استوديو إنزومنياك من القلائل اللي ممكن جدا نثق في ألعابهم حتى قبل ما نشوف طريقة اللعب وتفاصيلها، ونتأكد انه لمستهم المميزة راح تكون موجودة. وحتى العرض السينمائي منهم كافي انه يثير حماس اللاعبين، والدليل كمية المشاهدات العالية جدا على عرض سبايدر مان وفي وقت قياسي. وصحيح انه العام الماضي بلاي ستيشن غيرت رايها بخصوص بعض الحصريات عن كونها للبي اس 5 فقط، وراح تتوفر على البي اس 4 ايضا، لكن هذا الشيء مستبعد انه يتكرر مع هذه الالعاب بسبب انهم راح يصدروا على 2023 وبعد، فبالتالي راح يكون في قاعده كافيه من ملاك الجهاز. أما الحصرية الرابعة من استوديوهات بلاي ستيشن اللي شفناها فحصلت على موعد إصدار، وتجربة السباقات العميقة جي تي 7 فراح تكون متوفرة في 4 مارس على البي اس 4 و 5، مع حصول نسخة البي اس 5 طبعا على مميزات بصرية إضافية. ويطمح استوديو بوليفوني ديجيتال انه يجمع كل الاشياء المميزة في السلسلة ويقدمها بشكل جديد واكثر عمق، تخليهم يقدموا قفزة في تجربة سباقات السيارات الواقعية. استوديو نوتي دوغ فايضا كان موجود، لكن مو بالشكل اللي كنا ننتظره، مع تواجد لطور الاونلاين في ذا لاست اوف اس او اي شيء اخر اكثر اهميه، واكتفوا باعلانهم عن قدوم ريماستر لانشارتد 4 وذا لوست ليجاسي للبي اس 5 والبي سي، الشيء اللي اكد التسريبات الاخيره وراح تتوفر على بدايه 2022. اما عن حصريات الطرف الثالث اللي كانت موجوده في الحدث، فشفنا اعلان مفاجئ ومهم عن ريميك واحده من افضل العاب عالم ستار وورز، بعد تاكيد انه ريميك ستار وورز نايتس اوف ذا اولد ريبوبليك فهو تحت التطوير حاليا، وراح يكون بالتعاون بين اسباير ميديا، لوكاس فيلم جيمز وسوني. والاعلان الرسمي القصير اكتفى بعرض تشويقي، وذكروا انها حصريه اصدار للبي اس 5، بمعنى انها راح تتوفر على منصات اخرى بعد فتره معينه من الاصدار. في حدث بلاي ستيشن شفنا اخيرا ايضا عوده للعبة شينجي ميكامي جوست واير طوكيو اللي ايضا حصريه مؤقته للبي اس 5، التجربه اللي راح تقدم خطر غامض وغريب في مدينه طوكيو وقوه خارجه عن الطبيعه، وراح نحاول نجاوب على الكثير من الاسئله حول اسباب اللي حصل واختفاء الناس وظهور الوحوش. وبما انها تجربه بي اس 5 فراح تقدم خصائص الجيل الجديد المعتاده من ري تريسينج، 4K، سرعه تحميل، واستخدام خصائص الدولسنس. وحتى الان الكلام هو نفس الكلام عن موعد الاصدار بعد التاجيل الاخير، فمفترض أن تجربة الرعب والأكشن تتوفر في وقت ما في 2022. اما حصريه الطرف الثالث الاخيره للبي اس 5 اللي شفناها من ضمن العروض، واللي شخصيا من الالعاب اللي اثارت اهتمامي من وقت الاعلان عنها، فيخص فور سبوكن، لعبه استوديو ليمينس برودكشنز اللي عرضها الجديد وضح تفاصيل اكثر حول القصه. فبطله اللعبه فري هولاند واللي ساكنه في مدينه نيويورك، ففجاه تلاقي نفسها انتقلت لعالم اثير غريب، واللي بقدر ما راح يكون جميل وساحر فراح يكون خطير ومرعب، وراح تضطر تخوض مغامره طويله في هذا العالم عشان تنجو وترجع للعالم الاصلي. وطبعا راح نتعرف على شخصيات جديدة في هذا العالم الغريب ونقاتل أعداء متنوعين وكثر. والعرض الجديد أكد على موضوع أنه طريقة اللعب راح تعتمد على السرعة والأكشن في الاستكشاف وفي القتال، ومثل أغلب ألعاب العرض ف 2022 هو موعد الإصدار المفترض، وتحديدا في فترة الربيع. ومع الكلام عن الالعاب اللي فيها اكشن وسرعه، فمن ضمن العروض اللي كانت موجوده كان لبروجكت ايف، واللي واضح انه السرعه فيها عنصر اساسي جدا في اللعب، لدرجه انها تعطيك شعور ميكس بين ديفل ماي كراي وبايونيتا. وتم الاكتفاء بذكر انها مخصصه للبي اس 5 بدون الكلام عن مواعيد اصدار متوقعه.
وقبل ما ننهي الملخص، ففي اعلانين يستحقوا الذكر، خصوصا بما انه فيهم مواعيد اصدار وانهم راح يتوفروا على البلاي ستيشن، الاكس بوكس والبي سي. الاول يخص لعبه تم الاعلان عنها قبل كم يوم، وهو ريماسترد الان ويك، وتم تحديد 5 اكتوبر كموعد للاصدار. اما نسخة الجيل الجديد من GTA 5، فبصراحة العرض اللي شفناه كان جدا عادي، وابدا ما اعطانا اي شعور انه جيل جديد او انها ترقية مخصصة. هذا غير انه تم الاعلان عن تأجيلها لمارس 2022. حدث بلاي ستيشن شخصيا اشوف انه كان على قد الانتظار، واللي مع الاعلانات اللي شفناها فيه بالاضافه للاعلانات الاخيره من بقيه الشركات، فتعيد تاكيد موضوع انه السنه القادمه 2022 فممكن جدا انها تكون من اهم السنين في الالعاب، مع تواجد كميه اصدارات كثيره ومنتظره وثقيله بشكل نادر ومن اول شهور السنه. اما بخصوص عروض حدث بلاي ستيشن، فبالنسبه لي عرض جود اوف وور، فور سبوكن، سبايدر مان، وولفرين، فاشوفها كانت الاثقل والاهم. وبالنسبة لكم، هل كان الحدث على قد توقعاتكم وتمنياتكم؟ وإيش العروض اللي عجبتكم؟ وشكراً على المشاهدة.